متابعينا متابعي اليوم السابع، اهلا بكم في بث مباشر مستمرون من احتفالات القنوية بعيد الاضحى المبارك. احتفالات مختلفة، يعني القنوية هنا وزعون فول نابت بالكوارع على المحتفلين والحاضرين هنا في اليوم الثاني من ايام عيد الاضحى المبارك. كلمنا بقى عن التجهيزات، انتوا كل عيد بتكونوا موجودين هنا؟ كل عيد. قول لي بقى التجهيزات من قبل العيد بتعملوا ايه واليوم بيكون ازاي؟ قبلها بكام يوم غنيت النابلسي. تمام يا عم حسين، يلا كلمنا عن التجهيزات بقى اللي بتعملوها عشان تستقبلوا العيد. يعني من نيخة في الميه بتاع 3 أيام 4 أيام. على ما تبذر ونغسلها ونشاهدها ونجيبها ونشتغل بيها. الحاجة دي في ناس بتكون يعني هي متوفرها ليكم؟ في ناس بتبرع، يعني بيجيب كيلو بيجيب 2 كيلو، وانا يعني مرات ما اكمل. تمام. يعني كل الاخوات بعض مع بعض. من كم سنة بقى وانتم حريصين على العادة دي انكم تعملوا فول نابت بالكوارع توزعوه على الناس؟ والله يعني من حوالي 10 سنين، يعني في الموالد وفي في المولد وفي العيد. هنشوف كده مع حضراتكم، يعني هم بيعبوا ما شغال. دي بتدي للشوربه طعم. الجسم اللي بتشوفها حضرتك دي على كلمني بقى دورك ودور الشباب، احنا شايفين ما شاء الله في شباب كتير موجود. ايه دور عشان خاطر عم حسين وعشان خاطر مع بعضنا ايد واحده، كل بيساعد مع بعض. الشباب اللي بيعبي اللي بيوزع اللي بيعبي، حتى هنا جالس محمد محمود، كلنا واحد هنا مع بعضنا، كل شغال مع بعض، واحد ايد واحده بيساعد بعض. يا ابو محمود يا ابو موجودين يوم واحد ولا 3 أيام؟ 3 أيام على مدار الـ3 أيام، يعني 3 أيام العيد. بكرة تاني عشان مزبوط السادس، عشان حيجيك. كل سنة وانتم طيبين. يعني متابعينا كنا معكم لرصد مظاهر احتفالات القنوية بعيد الأضحى المبارك. عادة توزيع الفول النابت يعني بالكوارع هي عادة قديمة من 10 سنوات.